بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الأحبة مع طلوع شمس الرابع والعشرين من رمضان، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وبلغنا وإياكم فيه ثواب ليلة القدر، واجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب العالمين. زي ما احنا متعودين الشمس هتشرق بجوار الشجرة، انا شايف ان هي بدأت تظهر بالعين المجردة، يعني ودي شمس الرابع والعشرين من رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. لم يبق من رمضان إلا القليل، اللهم ارزقنا فيه الطاعة وتقبل منا رب العالمين. بدأت الشمس في الشروق، شمس يوم الرابع والعشرين من رمضان، ان شاء الله حنسيب لكم الفيديوهات السابقة بتاعت شروق الشمس في الدائرة البيضاء اللي على شمال الفيديو، وفي نهاية الفيديو ان شاء الله في شاشة النهاية، علشان خاطر نقارن بين الايام السابقة في الشروق وشروق يوم الرابع والعشرين إن شاء الله. وفي نهاية العشر الأواخر إن شاء الله هنعمل مقارنة بين شروق الشمس في الأيام العشر الأواخر، ونقول لكم أغلب الظن كانت ليلة القدر يوم كذا، فكونوا معنا إن شاء الله. وياريت لو الزرار المكتوب عليه اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر ياريت نضغط عليه عشان يكون باللون الأبيض، هيظهر بجوار جرس ياريت ندوس عليه علشان خاطر يوصلكم منا باقي فيديوهات الشهر الكريم. وجزاكم الله خيرا. خلاصة الفيديو النهاردة ان الشمس بتشرق متوهجة وبها اشعة، ده اللي انا شايفه بالعين المجردة. ولعلكم ملاحظين معايا برضو ان الشمس متوهجة وبها اشعة، وده شروق شمس الرابع والعشرين من رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.